معرض الجزائر الدولي للكتاب واحد من كبريات التظاهرات الثقافية، مثلت لسنوات سوقاً مهمة لتسويق الكتاب بمختلف مضامينه وموضوعاته، غير أن جائحة كورونا غيبت، بينما يبقى التوجه هذه السنة هو تنظيمه ولو في طبعة محلية. طبعة مع الممثلين تاع دورنا الأجنبية، طبعة محلية، وهذه الطبعة المحلية على كل حال تكون يعني بالنسبة للنشاطات، يعني نحاولوا ننظموا نشاطات صغيرة هنايا وعن طريق النشاطات الافتراضية تاني ممكن طبعا ولو مسخرة. وشنو هو انا متأخرين جدا باش نقولها لك، اوني لو موا دو اكتوبر دو اكتوبر نوفمبر ديسمبر، انا عندنا شهرين ولا باش نديروا لك وانتو اللي كان فات مو ميو باش تكون كاين طبعا. اللي قال مازال الامور في التحضير وهذاك ما كاينش قرار نهائي للالغاء او لل. وإن كان الوقت لم يعد كافياً للاستعداد فعلياً لهذا الحدث الكبير، إلا أنه بات من الضروري الاستعجال في إيجاد خطة بديلة لإنقاذ التظاهرة من إلغاء جديد. معرض الكتاب هو الفرصة تقريباً الوحيدة للناشرين وللمكتبيين وللقراء باش يحصلوا على الكتاب، هذا الفرصة الوحيدة يعني معك، وهذا يأثر سلباً على 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 سوق الكتاب. طبعة دولية في ظل الظروف اللي راهي فيها البلاد، لأن المجال الجوي مغلق اللي مجالها الجوي مفتوح يعني تدي لكل الدول. وزارة الثقافة وتبعا لمسار الوضعية الوبائية وقرارات اللجنة العلمية رفعت الحظر عن أنشطة وفضاءات شملها الغلق، على غرار فضاءات المطالعة العمومية والمكتبة الوطنية ودور الثقافة وغيرها، ليبقى مصير المعرض الدولي للكتاب معلقا بقرارات أخرى قد تصدرها السلطات الصحية.